عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سليمان جيمنج. سحبت عليكم أيام كثيرة واليد إن جاء فيروس خلاص جاء يعني مع الأسف. واليوم نلعب لعبة اسمها ذا باتل كاتس يا شباب. الحين آخر مقطع نزلته ما تلقوني إني كنت أنا مرة من مروق، أتوقع كان ما في هوا ما أدري كذا. بس يلا الحين خلونا نبدأ ذا باتل كاتس. ترى معليش إني سويت هذا الشيء، ترى أنا آسف يعني وصلت بعيد بدون ما أوري بلي وبلي كذا ودي يصير كذا. عادي شوف اللي ما يبي ذا باتل كاتس عادي شوف المقطع الثاني. يعني يلا يعني هذا
strane, ce le vrem ca să schimbe. ما عندنا حنان طاقة
بس I'm gonna go
إذا وصلنا هذا الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.